رفضت طهران مجددا الربط بين المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في حرب غزة والرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وفيما قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من تقارير أشارت إلى أن إيران قد تتخلى عن حقها في الرد، تمسك مرشح وزارة الدفاع الجنرال عزيز نصير زادة بصناعة الأسلحة لبلوغ ما وصفه بالردع الفعال، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران ستمضي قدما في تعزيز جماعات من أسماها بمحور المقاومة الذي اعتبرها جزءا من القوات المسلحة الإيرانية. فيما يتعلق بمعاقبة المعتدي، من الطبيعي أن للحكومة الإيرانية وفقا لميثاق الأمم المتحدة الحق في الرد، وستقدم على ذلك بحزم بكل تأكيد. إيران دولة قوية، وقد أظهرت في خضم الأحداث أنها لا تتساهل مع أي طرف فيما يتعلق بالدفاع عن أمنها الوطني. يجب على الجميع أن يأخذوا بجدية أي عمل أو محاولة مغامرة، خاصة من جانب الكيان الصهيوني، كما يجب على مجلس الأمن والدول التي تدعي السلام أن تتحمل مسؤوليتها. فالعالم يواجه الآن كيانا لا يلتزم بأي قوانين دولية. لماذا يبدو هناك نوع من التفاؤل في مسار مفاوضات التوصل إلى صفقة في غزة؟ البعض يربطها بضربتي إسرائيل في إيران وفي ضاحية لبنان الجنوبية، لكن كيف؟ مصادر مطلعة أشارت إلى أن هناك عناصر جديدة دخلت على الخط، وهي أن قرار إيران وحزب الله بالرد على الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية دفع الجميع بالتحرك لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية واسعة، فيما توقعت مصادر دبلوماسية أن يبقى الوضع الميداني الراهن بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل على حاله تحت قواعد اشتباك غير معلنة. وأيضا تريث في مصير الردين اللذين تتوعد بهما إيران وحزب الله على إسرائيل. هذا وأوضحت مصادر أن أمريكا وإسرائيل تعتقدان أنهما ببثهما أجواء من التفاؤل تؤخران رد إيران وحزب الله حتى أنهما يعولان على عدم حصوله، مع الإشارة هنا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن الداخل الإسرائيلي يعتقد أن حزب الله سيهاجم لأنه ينتظر أي هفوة في المفاوضات المرتقبة. ولا تخفل المصادر ذاتها الضغط الذي مارسه وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا الذي وضع لبنان كأولوية مماثلة لوقف الحرب في غزة. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا للحديث أكثر من واشنطن نزار فرسخ، أستاذ محاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا وسهلا بك معنا في 19. إذن نتحدث عن هذا التفاؤل، تفاؤل مصدره مخاوف من الرد الإيراني على الاغتيالات الإسرائيلية، ولكن هذا التفاؤل هل يرجئ الرد الإيراني؟ ممكن جدا، لأن الإيرانيين لا يريدون التصعيد، وسوف يعتبرون الوصول إلى اتفاق أنه انتصار لهم، وهو انتصار يمكن أن يسوغ عدم الرد العسكري. طيب سيد نزار، يعني هل هنا نتحدث عن تريث، تأجيل أم إلغاء؟ تريث، حتما تريث، لأن أيضا إيران لديها صعوبة في القيام بضربة نوعية توازي قتل هنية وهو ضيف إلى إيران في عقر دارهم في طهران. فإذا حصلت اتفاقية، إذا كان هنالك اتفاق، فذلك يزيل هذا الحاجة إلى ضربة نوعية. طيب ما رأيك فيما قيل في هذا التقرير بأن التعويل على الهفوات في المفاوضات قائم من جانب حزب الله، وبالتالي الانتقام قادم لا محالة؟ هو إجمالا عنصر المقاومة أو
كل الفئات التي تعمل بالتحالف مع إيران تسعى أو تستغل أخطاء الآخرين وأخطاء الخصوم لكي تكتسب بعض النقاط، فهذه سياسة عامة يستغلونها كي يزيدوا من وزنهم الجيوستراتيجي في المنطقة. فبما أن هنالك إشارات واضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد الوصول إلى اتفاق حتى حين المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية تريد اتفاق، على حزب الله ومحور المقاومة أن يحضروا أو يجهزوا لحالة يكون فيها عدم اتفاق، فبالتالي عليهم أن يقوموا بعمل عسكري للرد. محدود؟ حتما محدود، لأن حزب الله وإيران لا يريدان التصعيد، لأن التصعيد في غير مصلحتهم، سوف يخسرون أكثر إذا تم التصعيد، أما إذا كانت ضربة نوعية فذلك يحافظ على قوتهم النظرية على النقل أو الطاقة الكامنة ولا لا تستنزفها. طيب سيد نزار، يعني بحسب المفاوضات مع الجانب الإيراني وبحسب أيضا تقديرات الميدان، هل إن فعليا لم يكن هناك رد من الجانب الإيراني، هل ستكتفي ربما هنا طهران بتحقيق بعض المكاسب؟ أستصعب أن لا يقوموا بعمل ما حتى لو كان عملا سياسيا أو دبلوماسيا يؤذي إسرائيل بطريقة من الطرق إن لم يكن ردا عسكريا، ولكن أعود وأقول أن المصلحة العليا لإيران هو الهدوء وعدم التصعيد، لأنها تريد أن تحافظ على ما حققته حتى الآن. طيب ما الظروف يعني الدولية والإقليمية التي يمكن أن تستغلها طهران هنا؟ إذا حصل تدخل من طرف ثالث، إن كان الولايات المتحدة أو مصر، تركيا، الأوروبيين، بحيث يأخذوا جزء من المهمة، إن كان مثلا بالنسبة لمحور فيلادلفي ومعبر رفح، أن يكون هنالك دور لدول أخرى، وبالتالي يزيل المطلب الإسرائيلي بالتواجد على معبر رفح، أو تدخل آخر يساعد على تأمين لنقل بعض الدفاعات الجوية لإسرائيل مقابل إدخال مؤن ومساعدات إلى غزة وما إلى ذلك، أي شراكة أكبر وأعمق من أطراف ثالثة. تأمين فقط للدفاعات الدفاعات الأمريكية لإسرائيل، يعني ما الذي تقصده من هذه النقطة؟ الجانب الأمريكي وتحديدا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن قال بأنه التواجد الأمريكي في المنطقة ليس هو إلا للردع. صحيح، ولكن هذا التواجد لا يستطيع أن يكون متواجدا لفترة طويلة، فلذلك عليهم أو سوف تحتاج إسرائيل إلى منظومة مستدامة حتى تصبح الدفاعات الإسرائيلية كافية لوحدها للدفاع عن الجو الإسرائيلي، لأنه حاليا هنالك تقريبا 50% أو 30% من الصواريخ والمسيرات التي تصل أهدافها أو على الأقل لا يتم رصدها، وهذا طبعا عدد أو نسبة كبيرة جدا، وسوف يحتاج إلى بعض الوقت كي تتمكن إسرائيل من تحسين دفاعاتها، فلذلك هي تحتاج إلى مساعدة حتى ذلك الوقت. طيب لو نتحدث عن عامل الوقت سيد نزار، هذه المرة ليس فيما يتعلق بتعزيز الدفاعات الإسرائيلية وما تحتاجه هي من وقت، وإنما عن الجانب الآخر ما تحتاجه طهران من وقت وسقف زمني لهذا الرد المنتظر، وبالتالي إن فعليا نجح الوسطاء في تمديد مدة هذه المفاوضات، كيف سيكون هنا الموقف الإيراني؟ أم سيكون بناء على نتائج قد تتفاوض من خلالها طهران؟ أنا أظن أن النظام الإيراني سوف يستخدم هذه الورقة كسيف مسلط، أنها تستطيع أن تقوم بالرد بعد عام أو عامين،
وبالتالي الإلحاح للرد يصبح أقل، ويساعدها في تحسين موقفها في على طاولة المفاوضات. طيب، تحسين الموقف في طاولة المفاوضات سيد نزار، هل يمكن القول بأنه يمكن للجانب الأمريكي تقديم تنازلات فيما يتعلق ربما في الأموال المجمدة لإيران أو الاتفاق النووي أو إعادة حتى تفعيل مجموعة 5+1؟ بالضبط بالضبط، أي أنه هنالك مردود لإيران لعدم الرد أو ل التعهد بعدم الرد لفترة معينة لنقل، أو تبديل الرد ببعض التنازلات التي تقدمها الولايات المتحدة أو دول أخرى. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن نزار فرسخ، أستاذ محاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. مع تسارع الأحداث وترقب الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية، يصبح الحديث عن الملف النووي الإيراني ضرورة وفقا لكثير من المراقبين. في تقرير لمجلة المجلة يتحدث الكاتب عن تلك النقطة بالذات، ويشرح التقاطع بين التصعيد الإقليمي والملف النووي الإيراني. يوضح التقرير أن الموقف الأوروبي لطالما كان ضد أي مواجهة عسكرية مع إيران فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي، ولكنه يشير إلى التبدل التدريجي في موقف الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا فرنسا وبريطانيا نحو الالتقاء مع موقف الولايات المتحدة وإسرائيل. بحسب تقرير المجلة، كانت واشنطن وتل أبيب تختلفان فيما بينهما منذ عام 2000 حول مواجهة إيران، وهو ما تجلى في الاتفاق النووي عام 2015، وحتى بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه ظل الموقف الأمريكي غير مستعد لضرب إيران عسكريا بشكل مباشر. ومنذ ذلك الحين تكتفي إسرائيل بعمليات استخباراتية ونوعية لتأخير تطوير البرنامج النووي الإيراني، غير أن ذلك غير الأمور بعد 7 أكتوبر وتحريك إيران لجبهات الإسناد كما ورد في المقال، وهو ما دفع إسرائيل للتجرؤ والقيام باغتيال هنية في طهران. وعليه يرى الكاتب أن احتمالات المواجهة تتزايد مع الأخذ بعين الاعتبار البرنامج النووي الإيراني، مما قد يدفع واشنطن من الاقتراب من موقف تل أبيب الذي لطالما دعا لعمل مباشر ضد المنشآت النووية، وهو ما يفسر تردد إيران بحسب تقرير المجلة في الرد على اغتيال هنية على أراضيها، لأنها تخشى تقويض ما يمكن وصفه باستثماراتها الاستراتيجية وأبرزها برنامجها النووي، وبالتالي تفضل المدى الطويل والصبر الاستراتيجي. من بيروت مشاهدينا ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، وهو كاتب هذا التقرير في مجلة المجلة. أهلا وسهلا بك دكتور خطار، معنا في 19. إذن كتبتم أن استراتيجية إيران تقوم على استنزاف إسرائيل وعين إسرائيل على النووي الإيراني، وبالتالي ما الوقت المناسب برأيك لشن أي عملية مع التفاهم أو التخاطر في ما يتعلق بالموقف الأمريكي والإسرائيلي في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وما هي الأخطار التي يمكن أن تتشكل على المنطقة برمتها إن حصل ذلك؟ تحياتي لكم والفريق العامل في الحدث العربية ولكل من يتابعنا. أهلا وسهلا. الموضوع حساس جدا، وبالطبع إيران بتأني كتأني من يصنع السجادة ولاعب الشطرنج تمكنت من الالتفاف على كل المعاهدات والوصول إلى بناء البرنامج النووي الإيراني الموازي، ولذلك هي فعلا على أبواب الوصول إلى تخصيب اليورانيوم بدرجة كاملة، وكل التقارير تفيد مع اعترافات إيرانية بأنه يلزمها أسابيع قليلة لإنتاج سلاح نووي إذا صدر قرار سياسي. إذن إيران تستخدم المسألة النووية كسيف مسلط في الإقليم، بمعنى أنها لا تريد أن تعلن أنها أصبحت قوة نووية لكنها تقترب من ذلك، وتريد أن
تعتبر ذلك ضمانة من أجل مستقبلها، من أجل مستقبل النظام، من أجل استمراريته، وفي نهاية المطاف تستخدم أذرعها في الإقليم في معارك من أجل تكريس مكاسبها. إذن هذه هي الخطة الإيرانية. في المقابل يمكن للتصعيد مع إسرائيل أن يعطي الجانب الإسرائيلي ذريعة في حال جرى تصعيد من قبل إيران، أن يتم تنسيق أكثر مع الولايات المتحدة، لم يحصل حتى الآن.